واش الخوت صباح الخير عليكم، تحياتي لكاع الناس اللي كيتفرجوا فينا، تحياتي لكاع المولوعين اللي معنا وكيشجعونا، مرحبا بكم في فلوق جديد. طلعنا البارح السوق عليها نهار السبت، كان الحمد لله السوق مزيان، كان البيع والشراء محرك، خذينا واحد المشيوه ديال المضيق جون، طائر الحسون كان موجود، وصل حتى 45 درهم 50 درهم، إن شاء الله حنا فيق اليوم أبونور، غادي نطلعوا السوق عليها نهار الأحد، نشوفوا السوق كي داير، نشوفوا واش كاين شي طفرات، شي أنواع جداد. اي حاجه عجبتنا كيف العاده نصوروا عليكم ونولعكم بها. تحياتي لكم كاملين، وتحيه خاصه للناس اللي تلاقوا معنا في السوق قريعه وكيسلموا علينا وكيشجعونا، والله الا راه كنفرحوا بزاف. تحياتي لكم كاملين الخوت، نطلعوا السوق العيون، ما نطولش عليكم بزاف، والله يديم الخير. ها نتوما الخوت حنا دخلنا السوق قريعه، خويا احمد هذا راه جارنا ودربنا، تحياتي لكاع سيري، وهذا ابو مصطفى غني على التعريف. المهم الخوت بداو الدوره ديالنا على بركه الله، شوفوا انواع الطفرات اللي كاينين، خليكم معنا كاملين، الله يدير الخير، بداو الدوره ديالنا على بركه الله. عشاق دائر الحسون المهاجر اللهم بارك، طويره شكيف العاده اليوم اللهم بارك، راه داخلين سوق العيون كيف ما كتشوفوا، طويره تاع صديق ديالي رشيد، طويره في صحه جيده اللهم بارك، راه كلشي تبارك الله مزون، كلشي مزيان، ماشي كاينش اللي مقوبر، ما كاين حتى شي حاجه اللي ناقصه صراحه، تسلي على اللهم بارك زوين. وانا اليوم داخل السوق، اللي بغى شي حاجه مرحبا به. بالنسبه للثمن كيبقى الثمن 70 درهم، طويرات مزونين ضاربين تقريبا سيمانه عنده، اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه نخلي لكم النميره ديالو، اللي ما بغاش يتواصل معاه توصل ليه معاه، ما كاين حتى شي مشكل، مرحبا بكم الخوت كاملين. ها انتم السلعه تبارك الله راه مليحه اللهم بارك، اللي بغى شي حاجه مرحبا به كيف العاده، والله يدير الخير. بالنسبه للنمره هذه ما نخليها لكم في التحت ديال الفيديو، راه دينا ديما كنخلي لهم النمره اخويا راشد تكون هاي ديما الكره ملاح، راجل تاليهم مزونين ضرب عنده شي سيمانه قلت لهم دابا يلاه قلت لهم دابا الناس اللي الطير كيعاود يعيط لك على الطير الاخر. اخويا راشد معروف لما حنا ندويو عليه، راه كلشي كيجي عنده غني على التعريف تبارك الله، كلشي كيجي عنده سوق العيون مع الدخله ديال سوق العيون، اللي بغى شي حاجه مرحبا بيا كيف العاده، راه نخلي لكم النمره تواصلوا معاه، والله ييسر الامور، والله يدير الخير. الشق طاير الحسون كيف ما كتشوفوا، جداير اللهم بارك، رجيله تبارك الله حليب كيف ما كتشوفوا، منقار حتى هو راه مروزي اللهم بارك، اللي بغاه مرحبا به، راه تبارك الله ضرب 3 سنين ياك، 3 سنين اللي ضرب في الكاج اللهم بارك، عاقل في الكاج ما كيخاف ما والو كيف ما كتشوفوا، جلابه تبارك الله حتى هي زوينه. البيع ياكل البيع الثمن ديالها 100 درهم، في شي كلام ياك اللهم بارك، طويات كيف ما كتشوفوا زوين، بالنسبه للثمن 600 درهم اليوم جدور تبارك الله، راه قلال شويه في السوق ما داخلينش بزاف، اكثريه كاينه طائر المهاجر يعني برانيه وي داخل السوق، بالنسبه للجدور قلال شويه، المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا به، حنا كنتواجدوا في السوق قريعه، والله يدير الخير. ها انتم الخوت تلاقينا مع العشران، نقبوا واحد الهوته يلا خذوها وريهم الهوته وريهم، ها واحد بياسك يلا يلا خذوهم، ها اللهم بارك اشي ها يا هوتي يلا واخذينا، تحياتي بصحتكم وراحتكم وراحة ديالكم ديال الجوجات، راه اول مره غنجيو القرايه على الجوجات، تحياتي لكم كاملين عشران، ما تنسوش تدخلوا الفيديو صافي وديروا لايك شعب، طلعوا الدري هذا فريدي ديالي عشيري هذا، تحياتي ليه، دير تحيه للدري اول مره يجي القرايه، عشاق لو بلون دومينو كيف ما كتشوفوا، الناس كيحبوا الكنار بياسه تبارك الله كيف ما كتشوفوا في صحه جيده اللهم بارك، هادو راه جايبينهم الناس ديال اسفي، تحياتي الناس ديال اسفي كاملين كيف ما كتشوفوا، الثمن راه كان مناسب، تباعوا بزاف ديال البياس هنا تقريبا، راه ما كانش غير هادشي، كان دوبل ديال هادشي، راه تباع كلشي تبارك الله، وثمن مناسب بالنسبه للثمن، كيلي داز 200 درهم كيلي داز 230، وهما البياسات اللي بقاو راه يقول فيهم دابا 200 درهم، ولكن راه السكن في اسفي، المهم اللي بغى شي حاجه راه البلون دومينو موجود في السوق قريعه، وراه بياسات تبارك الله في صحه جيده اللهم بارك، اللي بغى شي حاجه مرحبا به يطلع عندنا، تحياتي لكم كاملين والله يدير الخير. عشاق لي كناري البلدي كيف ما كتشوفوا، بياسات كاين لورونج كاين لو بلون دومينو كاين سيترون، اللي بغى شي حاجه مرحبا به، الخير راه موجود اليوم تبارك الله في السوق قريعه، حنا راه جينا عند خونا جواد دابا راه مريحين معاه من الصباح كنتحدثوا معاه،
ياك اخويا جاوب الله يحفظك ليا. المهم اخوتي اللي بغى شي حاجه كاين لورونج كاين لو بلون دومينو كاين سيترون كيف ما قلت لكم راه تبارك الله بياسات ملاح بياسات فيها صحه جيده بالنسبه للثمن اخويا جواد بلون دومينو شحال كيبقى اخويا البلون عندي انا من 170 حتى ل 200 من 170 درهم 200 درهم كلشي كلشي كيف ما سمعتوا اختار اللي بغيتي من 170 درهم حتى ل 200 درهم كاين البلون دومينو كاين لورونج الناس اللي كيسولوا على لورونج بزاف في لي كومونتير هما بياسات تبارك الله راه اورانج بير اللهم بارك اللي بغى شي حاجه مرحبا به راه خونا جواد يكون معنا في حد السوق راه اللي بغى شي حاجه مرحبا به تحياتي يا ابو جواد الله يسخر لك الامور والله يدير الخير خوت على جينا عند صحابنا وحبابنا كيف ديما هذا عرفتوا شكون هو دابا نقول لكم شكون هو راه معروف على التعريف اشوفوا البياسات اللي عندي دابا تحاولوا معاه شويه اجيو نشوفوا السيبار هاشو مال خوت عشاق لو بلون دومينو كيف ما كتشوفوا اليوم راه جيب المليح اللهم بارك مول الهوته نقبه النقبه بياسات تبارك الله في صحه جيده بياسات اللهم بارك زوينين اللي بغى شي حاجه مرحبا به بالنسبه للثمن 200 درهم ولو بلون دومينو شي حاجه مليحه راه قليله في السوق صراحه انا درت السوق كاينه دير شي اكشاريه ما كباش نصور كلشي المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا بها هو كلشي قدامكم بياسات اللهم بارك كره ونتاوي في صحه جيده وراه معروفين عند من عند احسن مول الهوته في القريه اليوم راه مدخل المليح تبارك الله معروف بالجدر كيف ما قال لكم عمر في القلاق المهم اللي بغى شي حاجه الخوت انا نخليكم النميره ثمن مناسب وهاي الهوشه الافارقه كيف العاده الافارقه هذو الافارقه هي مرحبا الافارقه عند الجدره هانتوما عند الجدره الهوشه عند الجدر 20 درهم اللي علم 20 درهم باش كيلقاو الهوشه 20 تنزل الوجوديه انا عاوتاني ديني هانتوما لو بلون دومين عاوتاني كاين الموزايك هانتوما قال انواع اللي بغى شي حاجه مرحبا به 60 درهم المهم انا هاد البلون دومين تبارك الله راه عجبوني اللي بغاهم يتواصل معاه نخلي لكم النميره ديالو بالنسبه للثمن الحقيقه راه هو 200 درهم ثمن مناسب كيتباع له بلون دومين في سوق قريعه من 200 درهم حتى 250 درهم على حساب المليح وعلى حساب لاطاي كي دايره المهم اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه نخلي لكم النميره ياك كاين بياسات اللي البياسه اللي بوكروم جون هاي هي كيف ما كتشوفوا بوم هذا بوم هذا كيف ما قلت لكم الخوت هذا راه مكروازين بالريسيسيف اللي بغى شي حاجه تبارك الله مرحبا به واحلى من تحيه تقدمها تحيه جمعيه الحمام الزاجل تحياتي احسن الاخ خالد نفيس تحياتي الاحسن خويا خالد نفيس تحياتي الناس ديال جمعيه اش اسود الاطلس جمعيه اسود اطلس الناس ديال مراكش تحية للناس اسود الفنيدق ها انتم الخوت ناس الفنيدق باليونج الناس ديال الفنيدق تحياتي لكم كاملين المولوعين فيما كنتو تحياتي لكم والله يسهل الامور وكيف العاده اخر شهر الله يدير الخير الله يدير الخير صافي اش ندير كيف حالك انا الخوت مرحيم مع خويا نبيل جينا عند مرحيم مع خويا محمد حتى هو 20 ديالنا دول خوتنا وحبابنا كنجيو عندهم الصقري على الريحو معاهم نقولوا معاهم وبساعدتهم الزوج حنا حاضرين ليه السلعه ديالهم مريحين تحياتي لك بالابيت تحياتي لك محمد الله يحفظكم ليه ها انتم الخوت الناس اللي كتبدا انتاج شهر 12 شهر 11 اللي بغى لي باك ديال البيروش ديال لي كاناري كيف ما كتشوفوا هما كاين 3.0 كاين 4.2 ديال البيروش وديال الكانار اللي بغى شي حاجه مرحبا به هضر عند خويا نبيل اللي بان معنا دابا راه تا هو كيتواجد في مدينه برشيد واللي بغى شي حاجه راه كاين توصيل لكازا ولا كيكون في الحسب شي واحد في قريعه بالنسبه للثمن درهم كيف ما سمعتوا 3 درهم الخاتم الواحد شحال يدي سير ياك خصو يدي سير كامل شحال ما بغى كيف ما سمعتوا الخوت المهم اللي بغى يبدا الانتاج شهر 11 شهر 12 مرحبا بكم خواتم ديال بيروش والكانار اللي بغى شي حاجه يتواصل مع خويا نبيل انا نخلي لكم النميره ديالو والله يسر الامور والله يدير الخير فوالا الخوت عشاق طائر الكناري كيف ما كتشوفوا اللهم بارك كوبلا جلوستر تبارك الله في صحه جيده 2021 هذو سعيد ياك تذكر هو لي كورونا ولا نمشيو تذكر كورونا نمشيو كونسور اللهم بارك بياسات تبارك الله في صحه جيده ملاح اللي بغى شي حاجه مرحبا به ها انتم الخوت كوبلا اللهم بارك
اللي بغى شي حاجه نخلي لكم من هذا خويا سعيد تواصلوا معاه، راه عنده ديجا دي كوبل بلوستر، عنده لو بارك الموزايك، اللي بغى شي حاجه مرحبا به والله يسر الامور. عشاق كناري فريزي كيف ما كتشوفوا بياسه تبارك الله مستوى راه باين اللهم بارك. تهضر عند خويا سعيد اللي بغى شي حاجه في الكروستر في الفريزي في لوبال موزايك روج موزايك جون اي حاجه بغى يشوفها مرحبا بكم. خويا سعيد راه كيتواجد في مدينه سالا وكيكون معنا في القريعه السبت والحد، اللي بغى شي حاجه مرحبا به. بالنسبه لهاد البياسات هادو كتبقى بياسه بلون ب 7000 ريال، وبالنسبه للبياسه بلون غريز كتبقى ب 6000 ريال، يعني 300 درهم 350 درهم. اللي بغى شي حاجه مرحبا به، بياسه تبارك الله في صحه جيده اللهم بارك. كاين الناس مازال كيعشقوا الفريزي، مرحبا بكم. اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه، انا نخلي لكم النميره ديالو ضروري تواصلوا معاه، يقدر يصيفط لكم راه بالضمان الاخوان. تحياتي لكم والله يسر الامور والله يدير الخير. فوالا الخوت كيف ما كتشوفوا راه حنا جينا عند خويا عبد الغني، غني على التعريف بلا ما ندوي لكم عليه، مختص الطفرات ديال لي زان سيباغابل، كيجيب لي كالوبسات. اللي بغى شي حاجه مرحبا به، هذه هي الطبيله ديالو في السوق. ها انتم هذه هي الدخله ديال السوق كيف ما كتشوفوا، ها هي الدخله. اللي بغى شي حاجه يجي عنده مرحبا به، راه كاين لي زان سيباغابل كاين لي كالوبسات. حنا نشوفوا بياسات الكالوبسات اللي عنده، نشوفوا لي زان سيباغابل اللي عنده، ونشوفوا حتى الاثمنه ان شاء الله. مرحبا بكم، واجيو نشوفوا واش عنده. هنايا عندنا الخوش كيف ما كتشوفوا بياسات ديال لي كالوبسات اللهم بارك. كاين لاتينو كاين الفاس بلون كاين البيرل باناشي. بالنسبه للثمن راه من 35000 فرانك حتى 45000 فرانك، يعني من 350 درهم 300 درهم حتى 450 درهم. اللي بغى شي حاجه مرحبا به، بياسات تبارك الله في صحه جيده اللهم بارك. كاين لاتينو بياسات ملاح، كاين شاويت كوره غادي لهم السلوفان مع البرد، راه تبارك الله بياسات زوينين ها هما. اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا في الاخر ديال الفيديو، نخلي لكم النمره ديال خويا عبد الغني، تواصل معاه اللي خصاتو اي حاجه، داك الشيء راه بالضمانه وراه بياسات اللهم بارك ملاح. ندوزو دابا لي زان سيباغابل. وهنايا جينا نشوفو لي زان سيباغابل عند خويا عبد الغني، كيف ما كتشوفو كاينه كوبلا لاتينو، ها هي هاد جوج بياسات راه كوبلا تبارك الله، كوبلا لاتينو مره الدور. بالنسبه للثمن كيبقى 500 درهم اللهم اللهم بارك. كوبلا هادي اللي بغاها مرحبا بها، هي كتواجد عند خويا عبد الغني، وكاين هذيك البياسه الاخرى. المهم كيف ما قلت لكم راه خويا عبد الغني عنده جميع انواع الطيور لي بيك خوشي، يعني جميع انواع الطيور الزينه اللي عندها منقار اعوج شويه. اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه لا في لي كالوبسات لا في لي زان سيباغاب لا في بيروش، مرحبا بكم. قول لي غير جينا عند خونا يوسف جيو، ومرحبا بكم كاملين. هنا يا الخوت عند عشاق البادجي كيف ما كتشوفوا، بياسات اللهم بارك رينبو كاين الفيولي كاين الموف كاين البلو سكاي، كاين ثمن من 250 درهم حتى 350 درهم البياسه. والعشاق الهوغو اللي كيسولوا عليه في لي كومونتير، ها هما بياسات عند خويا عبد الغني موجودين اليوم. اللي بغى شي حاجه في الهوغو راه كاينه هي داخله السوق راه عند خويا عبد الغني، بياسات اللهم بارك كيف ما كتشوفوا مستوى عالي اللهم بارك. كاين فلوبا لاين كيف لاشين تبارك الله، اللي بغى شي حاجه مرحبا به، راه قلت لكم نخلي لكم النميره ديالو، بياسات اللهم بارك في صحه جيده. اللي بغى يخدم مرحبا. بالنسبه للثمن ديال الهوكو كيبقى من 1000 درهم حتى 1200 درهم الكوبل، مستوى اللهم بارك راه كلشي قدامكم كلشي غتشوفوا. ايوا الخوت اخر بياسه تنختموا بهم الفيديو هما هاد لي موندارين اللهم بارك عند خويا محمد، حنا جينا نسلموا عليه باش تشوف حالاتنا. لي موندارين تبارك الله بياسات زوينين اللي عاشق وباغيهم مرحبا به. بالنسبه للثمن الخوت يبقى ب 1000 ريال، اللي بغى شي حاجه مرحبا به ها هما عند خويا محمد، ونخلي لكم النمره ديالو تواصلوا معاه والله يسر الامور. ايوا الخوت هنا غنمشيو نتحركوا للدار ديالنا، درنا سوق راه بما فيه الكفايه اليوم تبارك الله. الكنار كان موجود صراحه، وريناكم كاع الطفرات اللي كانوا لا من الهوغو لا من الرينبو لا من لي كانار بون دومينو لي راس عند خويا سعيد. تحياتي لكاع المولوعين اللي معنا واللي كيتفرجوا فينا، نتلاقاو في فلوق جديد ان شاء الله كيف العاده. تحياتي لكم والله يدير الخير.